السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات سيهام سكيتشن. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم لكم لي بانيي. انا كنستعمل هاد البيتزا كراست ديال بيتي كراكر. كاين بزاف ديال الانواع نتاع البيتزا كراست، كدير اونلي 75 سنت، وغادي نوريكم بالضبط الطريقه كيفاش غادي تستعملوا هاد البيتزا كراست بحال تستعملوها از بانيي. سو غنحلو هادي، كتجي على شكل بحال هكا فلاور، كتزيد عليها هالف كاب ديال هات واتر، ماشي بويلين واتر، الماء يكون سخون ولكن ما يكونش كيغلي. سو على بركة الله غنخلطوا هاد الماء مع هاد البيتزا حتى تعطينا عجينة متماسكة. كيفما كتلاحظوا من بعد ما عجنت العجينة ديالي كتجي على هاد الشكل هذا، غناخذ شويه ديال الفورس، شويه ديال الفلاور، وغادي نديرو هنايا في الجناب، وغادي نحط العجينه بحال هذا الشكل هذا، ندير شويه ديال الفورس، انا كندير غير شي شويه، ومن بعد غادي نحطها مع قنيه بحال هكذا، غادي نخليها 5 تو 10 مينيت ترتاح بحال هذا الشكل هذا. من بعد ما ارتاحت العجينه خليتها 10 مينيت، دابا غادي نبدا باش نورقها. غتحتاجوا لهاد التوراق شي شويه ديال الوايت فلاور الفورس بحال هكا، وكناخذ العجينه وتنحاول نسرحها. انا غنستعمل هاد الشكل الدائري هكذا، ولا ما عندكمش يمكن لكم ديروا غير الكاس الكاب، ولا يمكن لكم ديروا غير هذيك نتاع البيتزا وديروا اشكال كيف ما بغيتوا. سو غادي نحاول دابا نسرح العجينه شي شويه. هاد العجينه ديال البيتزا كتجي خفيفه بزاف بزاف، عاد ما كتاخذش الوقت، والصراحه انا كنبغيها تكون دائما عندي في الدار بعد النوبات كيجيو صحابات بنيتاتي. سو كنحاول كنحضرها ليهم، تتجي رائعه بزاف وسهله في التحضير، ما تطلبش الوقت. سو كتسرحها، ما تسرحوهاش رقيقه بزاف، خليوها شي شويه عاليه بحال هذا الشكل هذا. وكنحاول ندير دوائم بحال هكذا، من بعد ما غنكمل هاد الدوائر هادو غادي نحطهم في منيدل ونخليهم 2 مينيت، ندير لهم بحال هذا الشكل، نحطهم هنايا وغادي نخليهم واحد 2 مينيت يرتاحوا. هاد العجينه المتبقيه تناخذها وتنعاود نعجنها بحال هكذا. ونعاود نقوم بعمليه نعاود ثاني ندلكها ونعاود ندير هاد. من بعد ما كملت داك العجينه ديال البيتزا بتقطع على هذا الشكل هذا، خليتها ارتاحت 2 مينيت، ودابا غادي نقوم بعمليه القلي ديال هاد لي بيني. سو العافيه كتجهدها على المقله، ومن بعد ملي كتغلي كنحاول نقص عليها شي شويه باش ما يتحرقوش من على برا والداخل يبقى خضر. سو غادي نبدا دابا نقليهم. بسم الله، العافيه ما خصهاش تكون مجهده بزاف بحال اللي قلت لكم. كديروا شويه ديال الزيت طبعا دغيا دغيا تيتقلاو، ما كيتعداوش وقت كبير. كيف لاحظتيهم بداو كيتنفخوا شي شويه، وهاد لي بيني يمكن لكم تعمروهم باش ما بغيتيو، اما كتعمروهم بالكونفيتور ولا حتى بلا كريم باتيسير الا عندكم، ولا كديروهم في السكر غلاسي ولا سنيده. هادو ديال هادو نتاع سنيده تيخصكم غير تخرجوهم سخان تحطوهم في سنيده باش السنيده كتلصق على اللبن.
بعد ما كملت بالقلي ديال لبنية ديالي قنقبض، وغادي نقوم بعملية باش غادي نوريكم كيفاش تقدموهم. هادوك ديال السنيدة تيخصهم غير يخرجوا سخان، ديرلهم فحال هكذا من جوج جهات باش السنيدة كتلصق عليهم. ولا بغيتو تعمروهم بالكونفيتور كتحلوهم بحال هكذا سكيكنا وكل سخان، وتعمروهم بلو كونفيتور بحال هاد الشكل هذا على هاد الشكل هذا، ولا كتقبطو باودر شوغر وكتحاولوا تغبروه على الوجه بحال هاد الشكل. نتمنى ان هاد الحلقه ديال لي بيني تكون نالت الاعجاب ديالكم، كيجيو على هاد الشكل. يمكن لكم تعمروهم بالنوتيلا شوكليت ولا بالكونفيتور ولا بالباودر شوغر ولا بالجرانيوليتد شوغر سنيده كيجيو. شكرا على المشاهده ومرحبا بالتعليقات ديالكم، والى اللقاء في حلقه قادمه من حلقات سيهامز كيتشن.